يأمره الله به. ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالجهاد، والجهاد الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأن ديار المسلمين مخربة، ديار المسلمين حلت لكل باغي وكل فاسد. إن لم تحافظوا على دعواتكم لن تستطيعوا الحفاظ على مصر. مصر الغالية، مصر الراقية، مصر المقاومة، مصر الثقافة، نحن أصحابها. أما هذه مصر الملعونة بهؤلاء الملعونين الذين يريدون أن يطمسوا هذه العظمة وهذا الجلال بهذا الانكفاء والتبعية لأعداء هذه الأمة، لا، نحن لسنا منهم ولهم منا. نحن من أصحاب من مصر العظيمة الكريمة، مصر التي بها رجال يخافون الله ويعلنون الحق ويعملون على نهضتها.